الفهم عن الله من أجمل البرامج اللي عملتها في حياتي، من أجمل الرحلات الروحية اللي طلعتها في حياتي أنا والشباب الرائعين اللي طلعين معايا. الفهم عن الله من قصص الأنبياء في القرآن، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تجاربي وتجارب ناس كتير. الفهم عن الله 30 قاعدة في رمضان، كل يوم قاعدة، كل قاعدة بتجاوب على سؤال وجعك في الحياة أو بتنور لك حتة تخلي حياتك أجمل وأسعد. 30 قاعدة في رمضان مربوطة بالإحسان، فهمها إحسان وتنفيذها إحسان والعيش بيها إحسان لغاية ما تتحول لعادات ثابتة في حياتك. عشان كده كل يوم بنحولها لكلام عملي عشان تكون عادات دائمة في حياتك. عيشوا معانا الفهم عن الله كل يوم في رمضان.